Ebna ve Kuday Mazını Udiluvan, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu, Bineret Rizdaru Yen Hoştivi, Evdeme ve Hamidemet ve Yedbaşı Bkhirben, Rahmetu Bereketet Kuday Ben. Em carek dit hatin et hizmete ve da hivya ve çendi et khalaka evlukeda jbername gülşen, cihe mifayu khiri bin buayen Rizdar. Her dem duayat kin khiru khashi ve başi ve nazu ni'meta ve sakhlamiye şkudet khazin. Bu hemî Müslümanan seran seri cihanî taybetî bu milletî me. Wekî ya diyar ku em tvê xelekî da eger xwedê hezketin, wekî hemî xelekên rojên sêşembiya, li dîwana Seyde Ezîz, Seyde Mena Ramazan Gulî amade dibin. Her car behsel babetekê yê îcazê dikin û li ser diaxivîn. Evê xelekê da ku wekî ya diyar evrûkê da Diyardeka ya bijin sürüşti ya gerduni peyda bi avji diyarda ya roj gayrini ku gelek cara ya peyda bi ev roj gayrini hani em de servi akhavin eger khode hasketen u seyda de peter çitan nav babati da u zanyar ya el servi rinane peşkeşi mevayet rezdar ket seyda tu gelek khirate خیرن دار به خیرات هم است انشالله خیر به من دیبینه و اف بابت ام سر بحث دکیم سیدا بحث لیتا کرنه یعنی حدیث پیغمبرینا صلی الله علیه و سلم بحث خسوف و کسوف یادی کرنه جوری اگر تو وان هر دو پیوت هنی پناسب که آن رمان بده بو مبینه را بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين براستي أف خسوف وكسوف يعني أبا دو بيفت عربينا خسف أبا يعني بشتك هندابت بكي رب العالمين بحسي قارون يتكت بشت فخسفنا به وبداره الأرض ما أو ومالوي و خانیتوی ما چلی کردن ما خسف کردن خسف چی یعنی دیاره و که پیغمبر تعالی صادق گفت صلوات خود سربن یعنی ارتشق بی یتی دا چوی خوار یعنی ایدی او نه دیتنه مالوی نه دیتنه خزینه تو نه هاتن دیتنه یت اردی دا چوی خوار جه هر تشکش پیش جاوا بچتن بله وقتی که هبیش پیش جاوا بچتن اوی اخفتنه پیوی بود دینن خسوف او خسف بو او دی ابو یعنی روجت یت گوتنی کوسو بو حیوت یت گوتنی او هند علماء چ دج بو هر دو کات یت گوتنی خسف و کسف یعنی کوسوف هر دو کاج بحث سر نه یوان نمینت و کیم بج هایف غیری معنی بشوی او نه یوان نمینتن قرصک الرشا العثماني و کیم بج روج غیری دی سر روج نه یوان ادیتنی قرصک العثماني بج هندك كلمه كجوانا بو ايكي بو في دينه كي بو في هندك ديش بج نهم بو هر دو كات يتغوتني اف اف هر دو كلمه بله سيدا اگر بين جرام بحثي يخت بج ميجوا فلان تشتي بله ميجوا يا روج غيرين بابت مسر روج غيرين يا بهرابتري يعني زانا ديارنا كليا كا مثلا شكنجي ورا آن بری چندین ساله اف دیارده یا پیدا بید گردونی دو حتی نوگه جو چند هر چند سال جاره که دوباره بد تشتکات یا زانینه یعنی میجوه یا روشغیرینه دا که کفناتی یا چنده کو پیدا بید گردونی بله براستی هندی انسان تیگه هشتنایو زانین یعنی ورگرتی دی زانت مثلا دی بشت هنده روشی غیری بس روش غیرین و هیف او هر چند پیوت گیره داینه بله یعنی هندک اوید بیجن عردش کی و هاتا بیشت عرد وقتا که یش روشه و بی یش روشه و بی روش همی آگره یش روشه و بی و یا تمری و جا اخوه رب العالمینی و گلی دی بیجن همه هو سایی چی بی برد گو طبیعاتی آن صدفه رب العالمینی یعنی افشو لیکی هندک یش روشه و بی و یه دیر کتی و دركتنا او جهامي بقوات وقدرات رب العالمين يطمري شوي اوغري وافتشي تريد جي تشيبين رب العالمين ولي كي كو جيان سر تشيبتن هاي فيش كي فهات هندا يبيش هاي فيش ياش روجي يعني عردي فابي اتشكي روش شان مازنا يعني مليون اكو سيسات هزار جرا روش عردي مسطره وعرجي شان جاركا يعني بجلك اش هاي في مسطره
اف ديار ده ها چوا چيت بتن يعني گريداي پروژه و هيوي و اردي وجود داوي گريداي وناوه يعني مثلا دي روش غير ده هيف غيرتن يعني روش ارد الدور روج الزبرتن وهيف جل دور ارد الزبرتن وهيف رو ارد هر دول دور روج الزبرن جل نهستير ديتري هفتكم موضوع وانا يديار وجا هر جاركا ایکش وان کت نابینا روزه دیادی تری متکت تاری. مثلاً ویگاوی چه تشتام بزنی روز غیری. روز چه و غیریه؟ روز غیری یعنی هیف یا کت نابینا عردی دا و روزه دا. افرو که روز بی الهند جهات تاری بی یعنی هیف روز غیری. معنای اول سری عردیه برای خدای روزه هیف کت برسینگی وانا روزه نابینن. بجهن دجرا كامل يعني غبي افروج غيرين هاني ناس سران سر جهاني غير لا لا ناس سر روشنت يا مازن افروكا يعني ما تشوف ناس يتهم عرضا طاري لا بجل فيري هندجات شيت عندي روج ديره تزوني بلي. او ك او وكبين قرصي روجي وقرصي هيفي هندي اكلتي نختم بري خدنا عثماني هم بو كلاخي وانا بجي هندي اكل بس قال هندي ديره كبد بر شو في غافيتو مثلا تو دی برای خودی چی آی که المال دی میشه کفتن سر داره که اویده که دی کفت نابینا دادا احتمال او میشه دی هندی نیوه و چی آی لید احتمال هکه طایر که که بچی که بته همه تو چی آی نابینش بروی آن سر مرو وکی بکفت برسنگیتا تو بیجی والله همه او همی من ندید معناوی نه چی آم بچی که ترس سری و اینما اوی نیزی که ایدی دیره روش هندی دیره و هیف نیزی که میه هاي فتكفت نابينا ما ورجدا هند جرا كامل هكر عرض هكر هيف كت نابينا روجي وعردي دا اول سر عردي بر خدت روجي روجي نابين طاري ظلمات همية هند جرا نيفيا هند جرا ربعك هند جرا هما خطك هند جرا وكي دفما يعني بلكي جلك كوتي باك هوت غدي روج غيرت نلهم عرض دي غيرت وانما او عردي تكفت نابينا دا دي غيرت روج وصد غيرت عرض يعني هيف اتكفت نابينا عردي وروجيتا او مروفي العردي برا خد الروجي روجي نابينن انجي بتشكد بينن هيف شواد غيرتن هيف وصانا كوفيجا عرض اتكفت نابينا روجي وهيفي دا عرض شوانا ام دي برا خدين هيفي ام اتكتين نابينا روجي ونابينا هيفي وقت ام هيفي برا خد ديني ام بوش هيفي نابينين شكو ام اتكتين بر امید کتیم بر. اوا یعنی اوا گردای پس گل جارا که افتش تی چی بی. یعنی وجود روزه و هیوه و عردی او ظاهرش که وند همش بر دواسانه. مثلا امر عردی گل که یعنی میلیارات سالات بیشه. معنای گل جارا چی بی. اش بر هندی وگاهی زفرین عردی و یا روزه و یا هیوه وانا تحديد كا يا ديار بس انت بيجن ساعة هندا فلان روجي ساعة هندا الفلان منطقة ذيك ذي شيء بتن أوديت دقيق نية يعني جرى زنا دبر خدية يعني كندين صلاة بره هنجد بيجن فلان صلاة أم دي بيجن هندا وقت بيغمبري دا صلاة خد السربن كن جرى شيء بيا كن جرى شيء بيا راست حديثة أودي أقولي بس حديثة أقولي روج هيف غيري روج غيري بس كسينا قلت بل كي تاريخ ويروجنا نفسيا وش تاريخ جنفسي ساعت چند؟ ساعت جیاد دینای دیگر یعنی نوکه علمی کشف کریه که یعنی سردم پیغمبری کیش روش بی و ساعت چند بی ساعت چند بی و همی تحدید کری خدا هست که تا کم هاتین ام دی ناف و نشان بیشن بله. الویری یعنی اف هر دو ظاهره یعنی دیار دیت مازن که روش دیت غیرت و هیوت غیرتن طبعا ما حدیث پیغمبریت بهن صلافت قدس علیه پیغمبری حدیث آوی و کی صحابه وصف کری همی تشت بوما واضحت کتن ایک شوند بیشتن ابراهیم ابراهیم کره پیغمبر ما صلوات خود سربن امر خود کر کر که کی بچیک بی یماریت القبطیه بی اف بچیکم مر پیغمبر صلوات خود سربن با پیغمبر و بابا و یه وقت بجن بو دارو برا رحمه با بجد بو جگر خوی دی چوابتن و باوری قضا و قدرت رب العالمین جی اینا و صبر کی مظن و حکمت رب العالمین حکمی اینا و راضیه يا ربي كتا شي حسكرة برازية أنس بما حديث الرواية كتن بشتن دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيني وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام بشتن أمشون دف علي
أبي سيف القين أبي سيف القين نوفمرو فاكيبي أفمرو في جنكاوي إبراهيم بيغمبر خدانت كر شير الداي شكو دائما عربا عيالي خواه فرد كر بادية رد كر هنده جهد دي تري يعني ديري باجرة حتى ما ظنت بينو لدشتي أبديت بينو جباجرة دير من إيشو ألمت باجرة بجا أفي ضئر أوا يعني بوي حيوانات تقولتني أوا تشكك أشيري خدت إيكادي تري يعني بجني ما بكردي جد بجني يا ما برمانكي برمانكي يعني نا تشكا خواه شيري بدتي إيكادي بدتي بجني ضئر بجا أفا بوي جنكي جهات قوتني أو جنكا شيري دتن نا عيالي خواه بجا ها أف جنكا في مروفي قوتي شير دا إبراهيمي كوري بيغمبالي صلاة قد السربن بجتم أمتشوين ويري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه بيغمبالي صلاة قد السربن أمتشوين مولوانا إبراهيم إينا ما تشكر وبهن جيكري ثم دخلنا عليه بعد ذلك بشتي جاركادي ام شويري دركتي ام جاركادي چون دف بيغمبري اوهي نساخة چون سرابدن وإبراهيم يجود بنفسه يعني او بشيك يتشل السكرات دا نفسوي قلقا طنقد بتن فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريفان قلت ما برا خضايا جاوت بيغمبري صلاة خد السربن رندك بيدهات خاري فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن عبد الرحمن يقول بيغمبري صلاة قد السربن هو أنت يا رسول الله يعني نقول تدقيري أنا يعني يا رسول الله تجي يعني تجي فما قلت دي قلب هنا وخافره كي وتدي صبري كيشي ما قلت ناقري فقال يا ابن عوف إنها رحمة هنا بيغمبري قلت يا كري عوفي عبد الرحمن قلت أفرنتكو بارنا أبا الرحمة رب العالمين أبا الرحمة ثم أتبعها بأخرى جاركادي بيغمبري جاركادي ما شكروا بهنكري فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن في أختنا قلت بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت شاف رونتكات وارين ودل يبخما وأمش وزي دتل نابجين إلا أو نابت ياخد يما بيرازي وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أم بتشونات يا إبراهيم أم بخمين يعني دربرينش إش وكيد بيجن هستي خواكر بيغمبري صلاة قد السربن بجالفيري أدبشتن أف مرنا إبراهيم إبراهيمي كوري بيغمبري صلاة قد السربن الجالفي مرنا چلي هات روج غيري يعني مشتكي يلكي مازم بي روج غيري صحابية ظن الصحابة الكرام أن الشمس كسفت لموت إبراهيم صحكا يعني صحابي أو هزر كير قلت الروش ما بوشي غيري إجبار مرنا إبراهيمي مرنا إبراهيمي كوري بيغمبري خودي صلاة خود السربن إنا بيغمبري صلاة خودي بيغمبر بيغمبرا هر تشتكي بكافت تجربية يدخل كده لازم واضح كتو ديار كتن أو أمين جفي وحي راستا مدحك بوي راستا بمولاوي راستا يعني خلقي أفزراج دفخكير و قلت بيغمبري خدية وكريوي مرو بلكي يعني رب العالمين جباروي تشتكي هو صابك هنا رأسا بيغمبري صلاة قد السربن حسناكر هزرو بيرتوان تيك هلببن هزرو بيرت درست تيك هلببن شا تشتي بحستي بصرمانا هنا بيغمبر رابي فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه هنا بيغمبري قوة قوة تشتك تشت بي مثلا دابد بلالي كابانك ده دا چه سر منبري او دا تشتا بيجت او تشتي او دي جارة قدي پیغمبري صلاة قد سربن خد بي بو بسرمان اخوان صحابي اخوان او قدي هشيار بن بي تشتي نبيجن چو قد اف صحابي نقلت كتن بيشت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله روج هيف دو علامتنش علامات رب العالمين دليل رب العالمين سر مزنه يا رب العالمين ويت شاكرين شواشو لي خاتكن شليتين اهمي شولي رب العالمين دا ام مزنه يا يبزان لا ينكسفان لموت احد شجارا روشنا غيرت هيفنا غيرت بو مرنا ايكي ولا لحياته ان بو ساخيا ايكي ولكن الله يخوف بها عباده رب العالمين شتكتن بفان هردوكا عبدت خطر سينت معناوي خوش خراب يبدن باش توبة بكن
خيرابكن قنجيابكن دلي اكودو نهيلن ابزان اف دنيا وصرهم بيت بطاري وقتك ديت بخدش ناف دركبه وقتك دي شو لرب العالمين او كوتشتش ناهله الجهيوي شو اللي بيقهرنا هكا نادري خد كي دري خد سي هكا يعني نادري خد كي يعني شو لرب العالمين تنامني هوصا جا قهيت الشبت قهيت الوي خديبت او خدي افر وجا شكري قهيت الوي خديبت او اف شكري وشانت نعمات الروجينا شانت يتهيفينا وجيار بيهر دوكا نائت كرني يعني في قبل هيف نابتن خلاص إنسان يعني دي مرسر يعردي أف آفا دي جانيبن بحرادة وجزيرة دي شيبن وهكا روش نابتن إجاري هما جيان نائتن جد بشن الفيري أف حديثة ها قرد دايا إبيغمبر صلاة قد سربن أف حديثة قوت دا چلئت دا هزروبيرت خلقي درست نبن كود بجل الله روج غيري جبر كوري بيغمبري مر مجال فيري أبا هردو نعمات رب العالمين يتمزنا وكي رب العالمين مشتوى من آياته الليل والنهار علامة السر مزنا هي رب العالمين شاف الروجن والشمس والقمر الروج هيفن لا تسجد للشمس ولا للقمر نا چن سجدي چكو عالم چو سجدي بروجي وبو هيفجي چه هزرت تيرغوتي افروجها يا الهك يا افا ديما صوجت هكا ام عبد النياوي نكين روش شاف يا الهك دي هكا ام عبد النياوي نكين ديال مك الطاري او وسط ديها عشان هرغا فكا تشتا جديد تبدا في هزركن ان ايات القران قلت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون بو بيها السجده ابي افهر دوكا شيكرين هكا هين راس دي عبد النياوي آياتك وديتر رب العالمين شد بجد بيش تقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة بيش تنبيج من بيج خلقه أجر رب العالمين وصح حسكر كو شاف سرمد سرمد يعني بردوام بردوام بد حتى رجاء قيامة الدنيا شابة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون اجبلي خذي كي هيا بيشا بيشا لبكت بكت الروش رونا هي كي بوابين جالفيري احتمالا مثلا بسيارة بسيارة تنكرني اري وكت بيجن وكت السؤال قوة دي بسيار كري الروش هندايا مازنة يعني دي والي اتكو عرتهمي هاي في قلقا بشيكا او يعني عردي بكت طاري عردي بكت طاري بلي بوشي شكت بجتن بجتن يعني هندي ديرة نابينا وي وروجي دا دي شيد جيرتن سيدون مونكا جوان بي تاقوتي يعني بيقا في بون مونة ام برا خودين جاي كي تاقوتي بلي هكار هاس في ورقها بدما بر چاوت خواه ها ايدي خلاص چو درانا نزيق بد هسوي جاي همي نابينا طبعا اف ورقها وبر چي جلق هندي بر كاكي بچي كتوي جاي را بس چنکی نزیکی هندی نزیکی من افرا قهانه مدا دست خواب دم بر چاوت خوا اسویچ های همیه نابینم اون مونکا جوانه یعنی بله بجل فیری یعنی بله چید بتن همیه بگیرد یعنی علمیانش یا مثلا دی بیش جلا جرا کسوف کامل فلان منطقه همیه طبعا من دی آن هر عردی همیه ناگیرد چکو عرد خوا کراک شوی شوه کراک روجه هاش أفريقيا روج بي الدفمة الهند عرضها شاف بي هما خلاص روج بخال ويرينينا روج بخال ويرينينا عرض طاري طارية وعرض روناهيج اللي دايش اللي هات بي شاف أفا يوصد بي بجال فيري يعني الهمي جهاجي وكيك نا نائد بارزة بس نائد احتمال الدفمة هر روناهي يوم ماتنين داري يعني لوازية كتيات روناهي روج دار الدفمة بس ندي جها احتمال يا بيا طاري يا بيا طاري طارية كامل بجال فيري يعني بيجتن بلا أبان مسألة علمينا بيش بلا أم بيجي والله الروج غيري كذا بري خب دمي كذا جالك بيش جالك خطر وقت الروج غيري تن إنسان بري خب دتي بوشافا يعني جالك يا خطر إلا منظرك الرش أن إشاعك أبد يتناليون يطاري تبدي برد شافت قها هك رأسا دي شافت مروي جالك تأثير اللي كتن شافا تحملها هندينينا طبعا رب العالمين وصل سيد عفو بلي مروف عندك جرا اف اسنجرت لحيمت كم يعني هما نائت قياس كرن اگر تو دقائق اجبره خودوی روناهیا کو لحيم جدید تذکرنه
تأثيره كمازن دل شبابت واحتمالا شبابن روي روند قادي بارينو دي كلبنو دي أبابن نشن بي يعني منظرك برشافكك لحيمك يا جلجلك صادل بران بروجي بجيب بجيب هم رو برخوات روجي شاف دي خال برگيران بله البيري اف بسيارة دي تري دي اتكرني باشه با او چند دقيقه مرو برخوات روجي خطره دي شافت مرو بي كورابن باشه با عمر مرو بي چاو مرو برخوات دي شافت مرو بي كورانابه ضرر لي ناكي بس هكر روجا يعني جا طبيعي جيت برخوات دي ربنا حكيت هر ضرر بلا بس نبو كوريني يعني نا كوصابة وكيف قافي روج أمبارح خدي روج ببتكي شاف مروي دي إيشن يعني ببتكي طالبا بس نا يعني نساخ ببن كورا ببن لا وزيك لا وزبوشي أفنينا مروف رب العالمين وصي شكري أجر بيشف إحساسك الدماغي دنيا بيشف هربكنا يعني بنجرة فكين الضرر أبدي الروج نامينة وأكيد بتروجي ديسا يعاز دماغي بيشتد الدنيا بالروش واختد بالروش هزرافات كتن وكي بردك بسرچا وضد جرتن مش مثلا كعلمي قالك معقده تبري خبض الروجي تاسيل تناوت فيجت الروجي دا كسبيدي دماغي او بردا يسرچا وراكري برهويت روجي برهويت روجي كرين ودنيا طاريبي واختي طاريبي او بردا راكر واختي بردا راكر وتبري خدا الروجي توي وان شاء الله حظات هذا راسا دي ضرري تأثير لي جل فيريد بشتن يعني مرف نشتا خاصة بو بشيكا نبر خدني اكي بر خدني جي بر خدانكا شوابتن بر خدانكا يا اب ان منظرة ان تشتكي اي طاري طبعا ما هم احتمال صلاة نوط نهي هزار ونهصاد نوط نهي دي في حسابات الفلكي قوتي ساعات هندا فلان روجي دي هندا يعني اغلبها تقريبا الوطن العربي هميه ما هنجي تقريبا بيشف بيشف بطاري ومده هي بيجي كان ده دو دقة فاكيش دو دقة بتني وبال هنجي جوتي يعني دي هو صديار بتن طبعا بيجي بيشتن وقتي اف دو دقة بجهد بجي اجهزة برا خدان روجي قوتي مشنيكا يعني با مرو بروجي نابينتن جابت مرو بيا بدينان بجي وقت برا خدان روجي قلت وكي انفجاراته وكي يعني بشتد قلقة عجيب وغريب ديار بين زكي روجي ده طبعا ميكروسكوب برا خدان نبجاوه شوفه نايتن او ديكرني وافستيري تكافت شوي روجي ده ديار بين عطار دو زهرة ومريخ ومشتري وزحل اف كمان بجي الفيري يعني هكر ايك مصيبته يبت سري ايكي بجي افي مروفي ولي هات ستير روجي ديدن معناه الدنيا طاري بهر وكي برا خدا عسماني كذي كرستي يعني هنت وكي بيض ظاهرة كا يا عجيب وغريبة الفيريا كم سحكي دسا أم دي أنت وقتي بيغمبري دا صلاة قد السربن كنت أودي شيء بينا كسوف روش روج وهيف بشت علامات بشت وقتي بيغمبري دا صلاة قد السربن يعني جلا جبتري على شيء بي يعني نجارة كبتني بس يوم ما بيجن بس بحس حديثة بيجن أو إبراهيم اختي كوري دامر مري روج غيري بس أبايا بيشتن أبا هندي ما هند الدليل تنقل جاشي بي إيك شوانا بيشتن هجمارة روج غيري نت وقتي أحد مدني دا يعني بيغمري بيشتي هجرات كري صلاة قد السربن نهجر روج غيري نهجر روج غيري ويا هيفي چارده جارة يعني خلال ده صالة دا چارده جارة هيف يا غيري ونهج راجي روش يا غيري الظن نهت نهج جارتك روج غيري بيشتن هندا جارة جزئي بي يعني بتشك غيري هندا جارجي كامل بي يعني تغيري وأف نهك سوفاء يت 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 روجي معناه الفيري هم كسي ندي تحت أبو مهم يا ديار بكتو أبي دكتو أن مثلا يا غيري يا غيري وبس كسي نقوته شو بيفي قوي قال جا هكاي بيجمع روج غيري عندي بيجي نه بعد الدنيا روج بهر منا بينا حسينا ام بينا حسينا بس ياد ما هيك ياد ما هيك او بي اوا بيغمبري صلوات خد السربن وقت ابراهيم بيغمبر صلوات خد السربن او حديث او الصحابه هم يا زاني يعني طارياتيه كي بيدا بي يا زاني بس او يا ابدي بي يعني يا مشهور بي وحادثه مرنا كل پیغمبري جي صلوات خد سلام اويجي تاثيره كلي هر او ابو مهاتي ورگرتني صح كه موعدي چند بي
بیشتن 27 هیوا ایک یعنی و زانسته و گوی دیار کری کتینگی در سردن پیغمبر بله 27 هیوا ایک 632 میلادی ات بچند بتن 29 شوال سال 10 هجری 29 شوال سال 10 هجری وقتی به چند دست بکر ساعت 7:35 دقیقه سپیدی روز غیری و نوت صده تقریبا بیشتن اوی دی گرد قرصه یه روزی گرد بله و حتی ساعت 8:40 دقیقه سپیدی 7:35 حتی 8:40 دقیقه بجای این چند یعنی 5:05 دقیقه 5:05 دقیقه و ساعت 10:15 دقیقه سپیدی خلاص بی صح که تسبیکی و چند دقیقه شد؟ و 7:35 حتی 8:40 آه یه ساعت و 5 دقیقه آه بله اف تاریخه وقتی بجن یا هاتی تحدید کردنه و انسی وقتی ما حدیث گفتی اف حدیث بر نکه انسی بو ما اف حدیث جا وقت روش غیری فلان وی بس با اف تحدیده و صیا یا اوی دینه هات دینان دنی و حتی اف حدیث جی انسی وقتی بو ما روایت کری و گفتی اذا الفیری برای خب دی رب العالمینی چند علم زانین یا نشان انسانی دایکو حتی بزانت هنگ اجهزه چی نبین هک اوه ها بانجی ساعت چی هنگ نبی حتی تو فکر بی تحدید بکه بجه ساعت هنده ساعت چی نبین هم ات عرب جلجت حدیث داره های ساعه پس ساعه نه و کی به ساعت 6 دقیقه یا یه وسانه یعنی فتره کا زمانی وقتی یه مده هکی کم یه هاتی دیار کردنی و برای خب دی رب العالمین علم الانسان ما لم يعلم فهمي او علمي رب العالمين نشا انسان داي بس احتمال ملاحظه كي ام بيجن برينوكا وقتي اف صحبتات هاتن كرني عالمي قالك غريب ما ورد جرت ماله ايش بردو سبب سببك زنايت ما سي ملايت ما قران نتخون كك علم تشد بيجتن ومثلا تش معلومات السرهنه تشد بسياره دكتوره كي مالا اعتراف فونت شتون اذكر هما بيج دي دكتور ما في ايات تخون توفي انفسكم افلا تبصرون برای خواب در نفس آخواه ای باشه از همو امن برای خواد این یکودم کلخی یکودت بینید بس دکتر زاند که اف نفسه چت که خوین چواتی تلشی مروی چت دانه چوانه همه انت معلومات توسا هبین بس ند بر بلاف بین اف معلوماته یعنی اف تشتا اف درگه هاتی بگرتنی کسی اف صحبته ند کرنن موضوعی که خود عرض چوا چی کرن عصمان چوا علمی زانینه یعنی بزانین چوا دست انسانی کتنه حتی پیش اینکه تشت هندک معلومات اف زان تو کیوی گوه هنده معلومات اف بجن او خواجی یعنی گله که دیت هین اوه اهل دینی یعنی علما ملا اف تشتا ند گود بو خلکی اوه ایک یاد دوی که گوتن مدرسا و اف علمی دیتری فیزیا و کیمیا و تشت وصا و ایدی الویرجی هنگی نبین و او علم جی بوشی عالمی هند باوری جی ند کرد چونکی چیت چو مدرسی نویش ند کرد چیت چو مدرسی خواندنا مدرسه حکومی ملحد بین بدین بین یعنی کم رو به دیانت ناف ده بین کم رو به دیانت ناف ده بین گله جام بجنه وقتی ملکی عراق چند یعنی اخواش بی و معیشت و جیار و دینار عراق پیش کتی بس تبر خدا با خلکی که خلق چوانه الحاد يعني درجة كاي قال في قافيت بجن الحاد زحف بين الحاد زحف نينا الحاد أف مروفيت في قافي ويت هينجي هينجي عالمي هما ما شو أبد فيجا أبد أبد وقت بيج قوتي أبد شيء شو مدرسة بيدين في قافي برو واجي سيد آه برو قوتي أبد هينجي تخاند يعني بين مروفيت ملحد أفروكي أبد خوينن شنيك أبسر راستي هلا دبر إيمو هل بيرو بواراتينا بجال فيري أف مثلا أبد بصحبته روز غیری و هایو غیری و کبر نابینا روزی و نابا اویدی و کید گوت اوه اوه اوید مدرسه در خود همه اوه کفر که با متید گوتنه و دروات کنه یادی جی وانا بخواه پالدا خواه و تو صدفتا فوسای چه بی طبیعتی حوسای چه کری این کارا خودت کر خودی حتی سالت هفتی جیاره که کتب ایدی یا فیزیای یا مدرسه بی یعنی وقتی بحث فیزیای کرد گوتی ام نهاتی نه ام هندک راستی در بخینیت علمی گوتین موافقی آیت قرآنی دی همه بلا اوجی الگلب ماشتی داره بجد بروان اف هر دو تشتا عالمي يعني بوار ناكي بس اكتو بيه في قاوي آيات القرآن حديثي بيغمبري صلاة الله عليه وسلم شوا بحسي روجي كرا بحسي عردي كرا بحسي عصماني كرا بحسي فانا ويديا وتو ملاوي تشتي بيجتن
آن عالمی معلومات به هبن وقتی سر آیات قرآن سر حدیث پیغمبری شرح بکت دی جهی قبیل کرنه بتون دی ات قبیل کرنه بله سیدا نظام سبب داده ما ام بشین پسیار کردی تیره که تشتگی کرم که ده بحث پیغمبری کر سردمی پیغمبری صلی الله علیه و سلم که حتی نه جاراج روش غیری چارده جاراج حیف بله وقتی روش غیرین و این ما باید بسرمان هم دی بیجین جاره به پسیاره وقتی اف دیار دیت ها چید بین پیغمبری صلی الله علیه و سلم چه واسره دارید کرد یعنی روش غیرین ادا چید کرد تحیف غیرین ادا چید کرد بو صحابانی شو صحابا دایو افرو که حتی بومجی بله بله راستی هر تشتکی دنیای دا چید بتن اسلامتی مقابلی وی تشتکی های خرابی بت آخفتن آخوایا های باشی بت یا های دیار دکا سرشتی بت یا های یعنی نین اسلامتی بشتن چکو اسلامتی چه دشته بحث انسانی دکت و وی کونی همیه ام دی بحث انسانی کش رجا خود ده تو حطات کت قبلی ده بله شولت مازن و ید بچی ید گری دایم دنیا و ید آخرت و همی اسلامی جواب سر داره رجا و دیار ده هنده مازن بزمه اویده که هبه اکید ما هاتي ورجعت في شريعة الإسلام تيدا أهم اللي بيجي بكين وقت هاد الدولة عن رج بيرت هاد دكا نفيج أبو هاي نفيج الفيري كدشتا يعني مروف بشتم زرا كي بكت بشت والله أفا كأفاج برتشي ولي هاتا أفا أو خدية شي كري أفيا ولي كري خدي رج غيران خدي هيف غيران قانون ونظام دينا نشانة مصنعها رب العالمين قانون ونظام خوده خنده قانون دینان اول دیف قانون تویه چید بتن به یاوی چینا بتن ججبر هنده گلی به سرمان برای خب ده دنیا روش بی بی طاری دنیا شب بی 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 وکید بجن ها طاوه هی بی 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 طاری اول ویره خب زورن توبه بکن دی صبحی مره دی دنیا درکوه دی شول و خیر و باشی بکه اب دنیا دی ادگو هورینی اف حالتا ما دی روجه ایکیت اف روجه دی چطو برزه بدو اما دی چطو جارا نائد آن ام دی چینی ام ایدین هیوی من روجه ما دی آبا بر کسی نابینی بجل ویری ابو ما ابو دی کری بشتن نوی کسوف یا ابو دی سالا دوی هجری و یا دی تریجی یا پنج هجری یا هیوی نوی جاوی یا هاتی کرنی پیغمبری نشان صحاب یادای طبعا نفيجا حكمي وش تشنا نفرزة كون بيجي فرزة سر هر كاس كي نخي سنتك بس قالك بخيرة جبر شي بيغمبر بالصلاة تقول سر إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته بيشتن روجو هايف دو علامات سر مزنه يا رب العالمين نا نبو مرنا كاسي غير ونبو ساخية كاسي جي فإذا رأيتم ذلك هكا وأفديت فصلوا وادعوا الله وادعوا حتى ينكشف ما بكم باش نفيجي بخابكن ودعاء بخابكن حتى رب العالمين او الراكت يعني جارك هذه الروجي ديار بكتنو هاي فيجي وبيغمبري بخاب واجي فعل يعني كريارا كري بيغمبري صلى الله عليه وسلم و اف كريارا جنك وتا فرزة شكو ايك هدف بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله چل سر من فرزة شاف الروجة قو بيش نفيش گوش بلی وام پیش نویر گوتو چود دینه ها که تو بخواست نده که بگی معنوی روش نویجا شهیوی و روش چه دشته؟ سنت ها که هکه پیغمبر بشته پیش نویج سر تا فرزن هکه فرز بادا بشته روش وقت غیری و هیجی وقت غیری ویجی بخواب زانه اوجی لازمه تو نویجا هم بگی سیدا بو غیرینه بو وی سنت ها نه بله یعنی وک افرو که من گوشی هکر زانست علماء ندا با دیاری کرنه و اگه هداری نهان باکنه از بیا بوارم احتمالا من پین حسابان بله چکی چو گوهر نکتن ات رونا هیا ویدا یعنی بو وی حالتی جک هر سنت بید کرنه آن وی حالت یعنی وقتی روش بیشه دیار بی آشکرا بی طاری بی خواست سؤالا الویر اگر مروی زانی محقق روش غیری بلال کی دری بتن دی مروف کتن یعنی نندف مروی جی نندف مروی جی بل کی و دی مروف کت یا هیوه یا روجه بس هكا بجل دف مروج ديار بي ايجاري او بي يعني واضح بس اصبح سهندي كي مثلا بيقول بي افروكيل دف ما مزاني على اساس يقول يا غيري بس شو جوهرينا كي تنظروا ما هي دابون مونا هر ديني بيش اف سنتا ايد هر ديك هر دي السنه بي سنتا كيد واف سنتا جي اب شانت ريكا يا هاتي تافي دور ركعات بك يا وكي دور ركعات تنفيجا خد بيتكي افاجي درسته
دو ركعات دیکه و الحمد دخینه و رکوع و سجود و وانا اوه کیفیت که او بخواد دعات دا بکه و اکی نویجا خود بی بله کیفیت ها دیتر اوه پیغمبری کری صلافت خود سر بن اوه پیغمبری ها کری دو ركعات دو رکوع تیدا و دو الحمد تیدا خینتن بس سجده و بله و تو وقتی پیغمبر بشتم دی الحمد خینتن بشتی الحمد دی نویجا دریش کرد يعني هزر بك بيشتي وكي سورة بقرة تيدا بخين دو صدو هشتي آياتا آن هندي سورة بقرة تزاني تركعاتا أولي دا ركعاتا دي تري وقت تشت ركوعي دي قلمين تيدا تسبيح رب العالمين ودي رابط جاركا دي الحمد خينة الشيا دي كيم تري ودي جاركا دي تشت سجدي سجدي دي قلمين تن ودي قلة دعاكين ودي جاركا دي رابط نبيناوي سجدي وسجدا دي جاركا دي تشت سجدي دا وقت شبير وجر سمع الله لمن حمده اوجد قالك قالك مينت باش وقتت مينت باش وقت ركعت اولي خونت باش باش سوره بقره خونت باش وقتت شت الركوع اذا بلا تقريبا شويه كي متر مينت تيدا يعني هند دعات اذا بكن وفي جابي راح ركعت اي كي خلاص بت ركعت دوي هو صف من هبد دو ركعت دو ركوع تيدا هر ركعتك يعني بتشار ركوع ودو سجدة يعني هر كده سجدة جيت ده هر ركوع أو ديك أول فيري بيغمبر يأكل صلاة خد السربنو حتى بيشت إنجي خد بج بيتخاندني خد بج بيتخاندني خد با وكيا خد با أو دي بيرا بسرمانا بين تبخيري وشولد باش ويت أو دي حديث سياهات الروايات كرني مثلا إنك بيشت بان شفا أمي دي ملا دنجي خاتشليك دي روجا مثلا دي ملا شوا خوين دي وكي شوا خوين دنگ بلندي درست دنگ بلندي بخوينتن درست نزم جي بخوينتن بس يا درست اوا بشكا روجا يا بروجا وكي نفجت روجا بكا بي دنگ وهكي يا رو شوا يجي وكي نفجت شوا بكا عايشة في محادثي الرواية بش جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته بغنباري شكر دنگ كي بلند فحمل الأول على صلاة كسوف الشمس لأنها نهارية. إيه بما يديش دي شوابت. يديش دي بروجية دي وكيوي بت. مالا. سيدة خدشت رازي بت. يلي سباز بتا بوان رون كرنت هني. مالاتا آفا بت. وهر ديار دكا چه بت إن شاء الله بتا. اگر پتري بيرو بارد مب مزنا يا خدت الله إن شاء الله مكم ببن. گلک سپاس با بینر ترازدار حتی نکه این گلمه دا بین خیر و خوشی و رحمت و برکت خدای دابن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته